كلامك معناه انك ما تعرفش حاجة عن الحفلة دي. يعني مش الحفلة دي بالتحديد، هو بس يعني انا بقالي مأجر الفيلا دي اكتر من سنتين، وبصراحة ما كنتش عارف ان الناس اللي انا مأجر لهم مش موجودين وسايبينها، خاصة ان الايجار بيجي لي دايما في ميعاده كل 6 اشهر. وبيجي لك ازاي في ميعاده كل 6 اشهر؟ اظن اسمه سامي الجنايني بتاعهم. يعني هو اللي مسؤول دايما يجيب لي الايجار بميعاده، ده حتى بيروح على المكتب عندي وانا مش موجود، والفراش عندي هو اللي بيتقابل معاه وبياخد منه الفلوس وبيدي له الوصل من غير ما يرجع لي. سيستم يعني نظام بالعربي. لا ما انا عارفها، خدناها في اعدادي دي. بس يا اخي تحرياتنا بتقول ان الفيلا دي بالذات معروفه قوي في الغردقه من ضمن كام فيلا تانيين، يعني ان اصحابهم بيأجروهم لحفلات. ازاي بقى ما عندكش المعلومه دي؟ ده خصوصا ان اصحابها كده مقرطصينك لا مؤاخذه يعني، ومأجرينها استثمار مش سكن، مش كده برضو ولا ايه؟ لا هي ولا قرطصة ولا حاجة، هي بس يعني فعلا معلومة ما كانتش عندي ومعرفتهاش غير ما كانتش ايه؟ معلش انا صوتي يمكن واطي شوية، بس اهلي ربوني كده. لا انت راجل متربي، علي صوتك شوية. بقول لحضرتك يعني ان المعلومة ما جاتليش غير يوم الحادثة بتاعت الطفلة الصغيرة الله يرحمها. الله يرحمها. يعني انت ما عندكش حاجة عن المعلومة دي؟ ازاي يا اخي مش مقنعة؟ انا مأجر الفيلا لناس وعارف ان بيحصل فيها حفلات. يعني حضرتك ما بتعملش حفلات عندك في البيت؟ لا ما بحبهاش، دوشة دوشة دوشة. كمل. عاوز تعرف ايه حضرتك؟ انت يوم الحادثه ما جاتلكش اي اخبار؟ بص يا باشا، يعني حضرتك اكيد عملت تحرياتك وعرفت انا مين، وعرفت اني شخص محترم قوي في المجتمع بتاعنا ده طبعا، واني اوبن مايندد ومتحرر. يعني اكيد مش هاجر الفيلا لحد وبعد كده انا اخور وراه، اتدخل في حياته الشخصيه، او حتى اخش له البيت من غير اذن. صعبه صعبه قوي، خاصه الناس اللي انا مأجر لهم يعني مش تركيبتي، يعني صعب اننا نبقى اصحاب زي حضرتك كده. حضرتك ضابط شاطر مجتهد وعاجبني طريقتك دي، انما يعني أشك إننا هنقدر نبقى أصحاب. في دي معاك حق. قال صحيح يا باشا، هو يعني معلش لا مؤاخذة، هو مفيش حتة هنا تلم يعني مكتب بتاعك كنا نقدر نقعد فيه ونتكلم؟ حضرتك قلت لي إنك عاوز تحكي معايا مش استجواب، ولا أنا يعني متهم بحاجة وأنا معرفش؟ مين قال؟ ده أنا عندي حتة مكتب تريشيك. تريشيك دي يعني شكله حلو يعني. جبال فرنسي. برافو عليك. بس مكتبي ده بيجي فيه صحابي بس. اللي ببقى عايز ألمهم ومش صحابي بجيبهم. ربنا يخلي لك صحابك. تسلم يا حبيبي. عاوز مني حاجة تانية؟ تصدق يا أخي أنا نسيت أسألك على حاجة مهمة جدا. تحب تشرب حاجة؟ هو بصراحة أنا كان نفسي في القهوة، بس أكيد القهوة عندكم صيصة. عن إذنك. اتفضل. وعلى فكرة المرة الجاية يعني ممكن تشرفني عندي في المكتب. أكيد. وأشربك من البن بتاعي، أو حتى أشربك إكسبريسو. الإكسبريسو ده نوع قهوة إيطالي. شرفت حاتم بيه. شرفت.